بكلمكم عن ظاهرة وايد انتشرت للأسف. وايد من مربين حيوانات قاموا يتخلصون من حيواناتهم خاصة يوم يملون منهم، وإذا مرضوا بدل ما يعالجونهم ضاري وغير صحيح. أنا بصراحة ما أعرف شو من القلب عندهم. مثل ما تشوفون في الفيديو، الشخص نزل من السيارة وتخلص من القطاوة اللي عنده، عددهم 4، والشخص ركض لأنه يعرف الشيء اللي سواه غلط. الطريقة الصحيحة عشان تتخلصون من الحيوانات اللي عندكم إذا ما تبونه، تتوجهون إلى الدائرة الحكومية المختصة في هالشيء، وليس العيادات البيطرية الخاصة أو لأي جمعية مرخصة لإنقاذ الحيوانات. تعرفون أنه في قانون ضد هالشيء؟ قانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان. المادة رقم 2 تقول عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم. لازم يروحون للإدارة المختصة لهالشيء. خصوص الحالة هذه قررنا نفتح بلاغ عليهم. وايد حزينة لأن اضطريت أفتح بلاغ ولكن مجبورة، لأن مثل ما تشوفون وايد ناس يجون العيادة ويحقون حيواناتهم برا الباب، وهذا الشيء صدق صار يأثر على مشروعي التجاري. هذا يحسسني أن أنا فاتحة ملجأ للحيوانات، مو بفاتحة فندق للحيوانات الأليفة. الحيوانات اللي معروضين عنا للتبني أو الحيوانات اللي أنقذناهم صاروا أكثر من عدد الناس اللي يبون حيواناتهم للفندق، لأن للأسف صرت ما أقدر أستقبل أي حيوان للفندق لأنه ما عندي مكان. أنا أستغرب من الأهالي اللي يبون عيالهم بعد في نفس الوقت ويعلمونهم أن هذا الشيء اللي نسويه عادي، شيء طبيعي، let's normalize it، بدل ما يعلمون عيالهم أن الرفق بالحيوان واجب، أنه غلط نعق الحيوان برا، لازم نسلمه لجهة مختصة علشان يهتمون فيهم ويعالجونهم ويدورون ناس يتبناهم. شوف المنظر كيف يزعل، والله حرام.